ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ سعد حسني يا ناس. يا الله يا الله يا ودي يا تي. طب بس بقى عشان صوت سرح هيقع. Guess what's coming to the festival. سعد حسني. Of course not Amir. She's dead by this documentary about her called The Three Disappearances of سعد حسني. واو. I mean it's a montage from all her films. قد ايه شيء جميل ان هم يعملوا فيلم عن سندريلا السينما المصريه بفوتج من افلامها. I agree it's grand. انت تعرفي ان شخصيتها بتفكرني ببطل الفيلم ريد هارت اللي هتفرج عليه النهارده؟ اوكي. البنت اسمها شيرين بتهرب من بيت ابوها علشان بتدور على الحب والحريه وانها تواجه حياتها لوحدها. That sounds like سعد حسني. So which movie you gonna watch? مين ده؟